تناول موضوع هذه الطبعة مسألة جوهرية لمستقبل الطاقة العالمي، وهي المسألة المتمثلة في كيفية تحقيق التوازن بين المحروقات والطاقة النظيفة، حيث يكمن الهدف في الوصول إلى تحقيق مزيج طاقوي فعال ومستدام في آن واحد، في الوقت الذي يتجه فيه العالم بشكل متزايد نحو الطاقات المتجددة. ومن ثم فقد باءت من الضروري تطوير حلول متناسقة ومتناغمة تستجيب للطلب المتزايد على الطاقة من جهة وتحترم المتطلبات البيئية من جهة أخرى. يستند المزيج الطاقوي المتوازن إلى تنويع مصادر الطاقة بما يسمح بتقليل الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة والتكيف بشكل أفضل من التقلبات التي تشهدها السوق العالمية